السلام عليكم. المهم هذه الارض ديالنا ديال جدودنا، يعني الناس راه عندهم الورق ديالها، وهاد السيد هذا يعني راه 20 عام تقريبا هو كيترشح، كيطلعوه الناس ديالو، يعني كيطلع باش كيخدم المصالح ديالو، باش كيخلي كرتيف ديما كرتيف، ما زادت فيه حتى حاجه، زادت غير المشاريع ديال هاد السيد هذا. ما كيخدمش مصلحه المدينه، ما كيخدمش المشاريع نهائي، ما كيخدمش، ما كيخلي حتى مشروع يدخل لكرتيف، ما كي يعني اش غنقول لك، داير بحال الاخطبوط، يعني راه خرج على البلاد، خرج على تكرسيف، خرج على الشباب، خرج على كل شيء. يعني كان ناشدو صاحب الجلاله درنا حل مع هذا السيد. هذا السيد فوقاش ترى مع على هذه الارض هذه؟ من بعد كل انتخاب كيترى مع على على جهه. هذا ترى مع هذه الارض في هذه الانتخابات التاليه هذه؟ جالها غير طلع جال هذه الارض. الانتخابات اللي فاتت مشى لتفراطه، الانتخابات الاخرى مشى لمسون، يعني غير اون فوا كيطلع كيعرف راسو انه في الحصانه كيتعدى على شي على يعني على جهه. يعني كنتمناو وكنترجاو سيدنا يدير لنا حل مع هذا السيد، لانه هو كلشي تحت القانون الحمد لله، ولكن هذا السيد هذا راه طغى طغى وتعدى على البلاد. حنا الشباب خرج علينا، انا دابا عندي كدا 30 عام ما كاينش فاش نخدم، يعني الا بغيت نخدم غنخدم عنده ثمن قليل، يعني تراه اللهم ان هذا منكر. حنا مهضومين منه، حنا مطرب جدودنا مهضومين منه، مهضومين منه ولادنا، مهضومين منه اليتامى ديالنا، مهضومين منه الهجلات ديالنا، وحنا مساكين محقورين، حقرونا وداو لنا الرزق ديالنا، لا في مسون لا في البعير لا في الشويبير كامل ديالنا، وعندنا عليه الحقوق، عندنا عليه ملكيه، عندنا عليه تحفيظ في اي اداره، عندنا الملفات ديالنا، وهاد الناس ما بغاوش يعترفوا بينا، هاد الناس داو لنا الحقوق ديالنا، هاد الناس غلقوا علينا وعلى ولادنا وعلى بناتنا وحقرونا في بلادنا. شحال من عام جيك عايشه هنا الحاجه؟ هادي قريب 30 سنه، والله ملي داني انا هاد الراجل 40 سنه وانا في هاد البلاد، ولادي راه ولات في عمرهم 30 ولا 40، وحنا محقورين في هاد البلاد، من نهار خلقت هاد البلاد ولا فيها البني ولا في هاد الشيء، جهجت على غير بالبراني، وماليها مهضومين منها، وماليها محقورين فيها، وماليها ما كيعترفوا لا المراه لا الراجل لا الولد لا البنت. كنقولوا نطلبوا من الله وسيدنا الله ينصرو، والله يعملوا يتواجه لينا كما يعطينا الحقوق ديالنا، هاد الناس كلاونا في الحقوق ديالنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، والله يجيبوا لعنا الكرسيف كما يعطينا الحقوق ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا القبيله وكنشكروا على الدم اللي كيجري في القبيله، وهذا الشيء اللي كنقولوا، كنشكروا الصحافه اللي واقفه معنا، الاعلام الرابع، السلطه الرابعه، وهذا السيد هذا راه صافي كيستفز قبيله قدها قداش. حنا غدا حنا اللي كنهضروا من هذا المنبر هذا كنهضروا بالوثائق. باش تحط الناس في الصوره، هذا السيد فوقاش طرا مع هذه الارض؟ راه طرا مع عليها يلا ما كاملاش هذه تقريبا شهر من اللي نزل عليها. واه غير دار الرئاسه مازال متى ما حدش يدو على الكرسي، مازال ما حدش رجلو على الكرسي الانتخابات وجا الارض، مازال ما عاد حتى عاد مازالت المقاعد مازال ما شدوهمش، مازال حتى الانتخابات ما تريقلتش، والسيد نقز علينا على هذه الارض. حنا كاينين عندنا حجاج، كاينين حجاج، كاينين ناس كانوا في السلطه كانوا تاهما مترأسين في هذا الحزب هذا بالنسبه للرئيس ديال الجماعه القرويه، وقفوه، علاش وقفوه؟ حنا ماشي كنشهدوا معاه ولا شي حاجه، عندنا من شهود عيان. وقفوه علاش؟ قالوا لهم تمضي لنا على هذه الارض هذه، على هذه الارض هذه اللي راه خدام فيها دابا، وما بغاش يمضي. وخرجوه من الخدمه ديالهم، شاف حالاته ومشاو للعداله وحكموا عليه ظلما وزورا. خرجوا ذاك السيد مسكين ما داير لا بيديه لا برجليه، جاب المعنيه بعملات اقليم كرسيف اللي دايره هاد المشاكل هادي، جيت نزل معنا للارض ونشوفوا هاد الناس اللي مدوزين له الى نواب الاراضي العرشيه. هذا راه ماشي 142 هو راه ولاد رحوم. اسمح لي نقاطعك، داروا معكم شي حوار السلطات؟ ما داروا معنا حتى حوار دابا، وقفنا وما عيطونا ما درناش. شحال موقفه دابا درتو؟ شحال موقفه احتجاجيه دابا؟ وقفنا ثلاثة الوقفات قدام العماله العام اللي داز، ثلاثة الوقفات احتجاجيين، وداروا معنا باش يكون الحوار. دخلنا عند كاتب العام، السيد كاتب العام دخلنا عنده باش نديروا الحوار، باش نخرجوا نديروا الخبره للارض، نجبدوا 19 و21 حسن الجوار من 142 باش يعرفوا هما فين كيخدموا 142 ويعرفوا الملك ديال الزرقان فين كاين. وفشل الحوار، فشل الحوار، منين ولينا فركتوا القبيله ولينا بربعه خمسه، قال لك بقاو توليو عندنا تقلبوا علينا، ما بقاش باش يخرجوا يديروا معنا الخبره. كنطالبوا بالخبره لهذا الملك، عندنا 586 قطار، ها التيتر، ها الملكيات، ها الجريده الرسميه الظاهر، ها كل شيء، ها في الاونطوال عندنا الاحكام، التعرض ديال الشقر
ولد بالجلالي 518 519 مسجنين في المحافظة، في المحافظة العقارية عندي شهادات سلمت لي دابا من المحافظة العقارية كتقول لك الملك ديال المسيح جلول هو الزرقاني. ها هي عندي، ها هي معلقة، حتى هي اللي بغى يقرا من السلطات المعنية بالأمر يقرا كل شيء كاين. صافي هادشي اللي كنطالبوا من هاد السلطات المعنية بالأمر، دير لنا حل مع سيدي. يوقف يوقف ملك ديال قبيلة الزرقان. سيدنا نصره الله كيسلم على المعوق، كيسلم على اللي مريض، كيسلم على من اللي في السبيطارات، كيدخل كيعاونه، كيسلم عليه ويبوس ويعاونه. وهما كيقول لك الشركة ديال العمران ديال سيدنا نصره الله، حاشا ما ينصبوش علينا بهذه الطريقة هذه. سيدنا كيسلم على المواطنين، كيسلم على المعاون، كيعاون الشعب ديالو. الله ينصر سيدنا وينصر الأسرة الملكية العلوية، الله ينصرها. وكان نطالب سيدنا الله ينصرو يشوف هذا الشيء ديالنا ويشوف اسمه طارف قرسي برلماني بغا ياكلنا، بغا ياكلنا، بغا يجرينا على ولادنا، بغا يشردنا. وسيدنا الله ينصرو كيعاون المواطنين، كيسلم على الصبيان، كيسلم على الناس معوقين امراض، كيعاونه، كيعطيه الديور، كيسلم له السوارت ديال الديور، كيسلم له مسائل. وحنا الملك ديالنا يا سيدنا الله ينصرك. هاد الناس باغيين يجريو على هاد الناس. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بو مهراز من قبيله الزرقان. خرجنا اليوم وقفه احتجاجيه ضد هذا البرلماني اللي طرى مع الملك ديال الزرقان وبمباركه السلطه. وهذا الترامي خلاه حتى دوز الانتخاب، ما كملاش حتى شي 3 ايام وطاح لنا على الارض. وحنا هذه الارض ديجا راها مازال عاد في المحكمه، مازال ما فصلتش فيها المحكمه. ما عرفتش انا هاد الناس اللي دوزوا هذه الارض لهذا السيد هذا كيف الفوري لهذا السيد محمد البرنيشي البرلماني. انتم من درتوا هذه الوقفات جا عندكم شي سلطات تحاور معكم شي حد؟ درنا عده وقفات، ولكن الاداره ديال الاقليم قرسيف كلها كتستعمل معنا ديك سياسه الاذن الصماء، ما كاين، ما فتحوا معنا حتى شي حوار. واليوم كنطالبوا بالتوقيف الفوري لهذا السيد. كنناشدوا السلطات العليا المسؤوله وسيدنا باش هذا السيد يهز اليد ديالو على ارضنا.